رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفة فقرتنا في حلقتنا اليوم، ضيفة فقرتنا الثانية الأستاذة فجر مندني، صاحبة مشروع في جي لتصميم البطاقات اللي هو في جي كرافتس وتغليف الهدايا. مساء عليك بالخير. حياك الله معنا فجر، منورتنا خيتنا فجر مندني، وطبعا كل التحية حق هذه المفارقة الجميلة والرائعة لزوجها الكريم اللي منورنا وقاعد عندنا بالكواليس، أخونا عبد الله أسد ويعيشوا الأسود، وما هي إلا مساندة لأختنا فجر مندني. في البداية لو نكلمك فجر، أن سالفة الجيفت رابينج والأمور هذه والهاند كرافتس وكذي تكون سبحان الله موهبة رب العالمين زرعها في شخص، من ثم تنشأ هذه الموهبة معه وتوصل إلى مرحلة أنه يصير انتربنور أو بزنس نفس اللي أنت سويتي. سؤالي لي عن مو البدايات، أنا ما أحب كلمة البدايات، عن المشوار الرائع هذا اللي أنت خطيتي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر استضافتكم. بداية هي كانت موهبة، يعني من البداية ما كانت تستهويني ألعاب البنات والأشياء هذه كثير، ما كانت تستهويني الأشياء اللي فيها لعب وتشكيل شيء جديد. حلو. فالوالدة اكتشفت هالشيء والوالد نفس الشيء، صارت الألعاب والهدايا كلها بهالطريقة. فبدأت بالورق، وبداية كانت إنه مجرد هواية، بعدين أصروا علي إنه ليش تخلينها بس هواية وبينك وبين نفسك، طلعيها لبرا. فهذا اللي صار، بلشتها كبزنس، وما شاء الله من ذاك الوقت لليوم، ويعني شوي شوي قاعدين. كل التوفيق وكل التطور بإذن الله. يقول لكم دائما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، لكن احنا بنعكس هذه الآية ونقول وراء كل رجل، وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. فأخونا عبد الله أسد راح يكون مثل الأسد يساند أختنا فجر مندني. شوفوا هنا العنصرية لما الواحد يلاقي شخص مقارب لاسمه. أكيد، وهذا الشيء هو نقول سر النجاح. لازم نقول الزوج يدعم زوجته أو الواحد يدعم أهله في مشاريعهم، لأن هذا هو سر النجاح. وفي تخطي نقول إنه يوصل لأعلى المراكز، ونقول يحقق أعلى إيرادات في مشاريعه. لكن لين نتكلم عن مشروعك، بدايته مثل ما قلنا هواية. إيه؟ بعدين صار عندك الى بزنس، فانا بنتكلم مشروع ناجح صار اليوم. إيه؟ من الرابينج اللي هو العادي الى اليوم انك تفنتكتي وقمت تسوين اكيد شغلات تميزك، وشغلات صارت سبيشل تميز اختنا فجر. فكلمينا شنو اللي قدمتي، شنو اللي يميز شغلك عن باقي التغليفات اللي قاعدين نشوفها، خصوصا ان في وايد محلات وفي وايد ناس قاعد تقدم هذه التغليفات. الشعب الكويتي شعب ذواق. نعم. ويحب انه يكون عنده شيء متميز فيه ويكون حقه بروحه. فلما يجي انا اسوي كرت يكون كاستمايز حق الشخص اللي قدامي، يحمل الطابع الشخصي سواء للشخص اللي بيهدي او للشخص المهدى له، هني راح يصير في شيء يدري انه هو ما في منه بالسوق. صحيح. فراح يستانس انه هو قدم شيء ماكو منه، ولو بيتكرر ما راح يتكرر 100% نفسه، هذا في حال انه تكرر. فهذا اللي عجبهم بالبدايه، شيء يسوونه على حسب يعني الشيء اللي هم حابينه، باللون اللي يعجبهم، بالطريقه اللي تعجبهم، كاستمايز من البدايه للنهايه. فهذا اللي ميز شغلي سواء كان بالكروت او بتغليف الهدايا. نعم. فهذا بعد عطى يعني دافع. ميزه ودافع حق شغلي ان انا اكمل بهالشيء. حلو. انا ابي اسالك سؤال اختي فجر، السؤال هذا اول شيء بسالك سؤال عن نونو عشان اروح حق الشق الثاني، لان في شوي عتاب على مجتمعنا. الكروت تسوي من كرت لغايه العدد المطلوب منك، شنو الماكسيمم اللي تسوينه حق عروس مثلا؟ والله ماكسيمم مره سويت بطاقه دعوه لاحد العروس، السالفة صعبة شوي، لكن كان تقريبا ب 400 كرت. 400 كرت. حلو. والتكلفة كانت، خلينا نقول، ما كانت زايدة وايد كثر ما هي كانت ديسنت وافوردبل حق الشخص اللي خذاها منك، صح؟ يعتمد كان على التصميم وعلى حسب المواد اللي انا مستخدمتها. حلو. انزين، قبل فترة داش بأحد الدواوين واحد من الشباب مبتلش، الحين سمعته أختنا فجر مندنيش قالت مبتلش ليش؟ والشباب رايح مسوي كروته في لبنان ب 6000 دينار. يا ساتر. كروت عرس ب 6000 دينار. الستالاف دينار هذه لو ناخذها ونعطيها حق أحد أخواتنا الكويتيات الكريمات مثل فجر مندني، راح نحرك الموني سايكل عندنا. ليش ما نسويها؟ ليش ما ندعم عيالنا؟ وليش نروح برا بس عشان اسمنا يابين الكرت من المكان الفلاني؟ وأكيد ما راح يندفع 6000. أكيد أخذنا فجر ما راح تراعيهم بالسعر، خصوصا أن هذا مشروع، هو مشروع شبابي كويتي. لكن مثل ما قلت هو صعب الأمر للأمانة أن تطبعين هالكم الكبير من البطاقات. لكن لو تكلمت أنا شوي عن الشغلات اللي أنت قاعد تقلفينها، هل هي نقول هدايا للصغيرة أم هدايا كبيرة؟ يعني أريد تكلميني أنت مبدع أكثر شيء تشوفين نفسك في تغليف شنو من الهدايا؟ هو حاليا يعتمد على حسب حجم هديتهم. حلو. ويعني اللي هم يبونه سواء كان مبالغ مادية، لأن في وايد ناس تهادب الفلوس. صح. فهذه أصمم لها أظرف خاصة أو علب خاصة للفلوس، هذا غير الهدايا الثانية. والتركيز أكثر على الكرت، في ناس تتعب على الكرت، تحس أنه هو يعني مقدمة الهدية. نعم. أو في ناس مثلا الهدية لو مهما كانت بسيطة تعبيرها كله بيصير بالكرت، فما يبي يحط أي ورايك كرت. أنت؟
بهالموضوع. صراحه انا بالنسبه لي الكرت جزء من الهديه ولازم يكون شيء يكون يعني فاهم. متعب عليهم مختارينه بدقه. وجزء كبير يمكن يكون من الهديه. لو نتكلم زين فجر عن المعارض، عن الكروت الجميله الانسانيه اللي انت قاعد تقدمينها حق المجتمع اللي حوالينك، يمكن تكون كروت غير مرئيه لكن مجرد المشاركه لفتاه في هذا العمر، وخلونا نقول في مقتبل العمر، وكونها كويتيه وقاعد تدعم نفسها بنفسها، هذا شيء رائع. المعارض اللي شاركتي فيها، انزين الناس اللي ساعدوك، طبعا اذا قلتي بعاب طبعا اسمي هذا انزين، اذا قلتي عبد الله ما ساعدك انا راح ازعل. زين المعارض اللي شاركتي فيها، الناس اللي ساعدتك، الناس اللي خلتك توسعين في هذا المشروع، من هم؟ الدعم الاول والاخير امي. حلو. ربي يعطيها طول العمر. الله يسلمك. ما انسى طبعا فضل بيتنا وابوي وايضا عبد الله. نعم. الزوج هو اساس. طبعا امي الدعم الاول والاخير، من ناحيه مواد، من ناحيه دعم، من ناحيه تشجيع، من ناحيه من كل شيء الصراحه، يعني لو مهما اقول ما راح اوفيها حقها. ربي يطول بعمرها. بس ما انسى دور وايد ناس موجودين معاي من بعيد من قريب، يعني حتى الانتقاد السلبي ساعدني وشجعني وطور مني وخلاني اوصل اللي انا واصله عليه الحين. وبالنسبه حق موضوع المعارض، شاركت بعده معارض داخل الكويت، ساهمت في انها تنشرني اكثر، عرفت الناس علي، يعني اعطتني، قدمتني للناس، اعطتك بوش وبوست حلو. خلينا نقول انزين، من وين تستوردين المواد، الادوات اللي تستخدمينها، الامور هذه اللي تسوونها بالهاند كرافتس والجفت رابينج مالك؟ المواد صراحه خلينا نقول 90 اذا مو 99% منها من برا الكويت، من برا الكويت، سواء اذا سافرت انا واذا الوالده سافرت نجيبهم من برا، او حتى ان انا اطلبهم عن طريق الانترنت. حلو ممتاز. انا بدليك على مكان، بدليها على مكان. عبد الله الله يعينك، الكرت راح يصرخ ترى. زين بدليها على مكان بعد هذا بالكويت، ما حد طايح علي، يبيعون بالجمله انت يا البيبر مال الرابنج باحجام كبيره. حلو. هذا حصري بس حق اختي فجر مندني، ما راح نعلم احد خلاص. واحنا عندنا يمكن صور ويانا على التو بوكس قدامك اخت فجر، يا ريت تكلمينا عن هذه، نقول البطاقات الموجودة هذه، هل هي من أعمالك اللي قاعدة تسوينها؟ هذه بعض أعمالي اللي قدمتها. حلو. يعني قاعد تستخدمين الورد اللي هو الطبيعي والأمور هذه في كروتج؟ أي وأغلبهم هذا اللي يكون مع الورد يكون تاج أكثر من أنه هو كرت. حلو. وقاعد أقول لك على حسب طلب نقول الزبون وهو شنو حابب. الشيء متعب في عمل الكروت هذه، هل يعني يحتاج منك وقت كبير بأنك أنت تشتغلين تسوين نقول كروت؟ يعني لو أنا جيت لك اليوم جبت لك هديه وقلت لك غلفي لي اياها وابي وياها كرت، ايش كثر تاخذ منك عشان تغلفي لي اياها؟ هو اذا هديه ممكن تاخذها خلال نفس اليوم، اما نفس ذكرت اليوم. اي اذا كرت كان عادي هم نفس ممكن يكون خلال نفس اليوم. حلو. اما اذا كان كستمايز وحاب انه يكون في فكره جديده هذا راح يطول شوي. ومن سالفه اذا هو متعب ولا لا، هو التنفيذ متعب والتصميم متعب اكثر من التنفيذ، لان انت عشان تحط الفكره كلها وتشوفها بالطريقه اللي ترضيني ان انا اطلعها للناس. نعم. لان في اشياء ما احب اقدم شيء انا ما اكون راضي عنه، او يكون فالتصميم والتنفيذ والاخراج يكون كامل يعني عاجبني، وكل واحد يعني كل مرحله فيهم لها تعبها ولها جهتها. حلو. زين فجر، لو نتكلم عن المساعده، للامانه هناك مثلا بعض الهدايا تكون كبيره، هناك بعض الامور اللي تحتاج مثلا شخصين يمسكونها، زين تستعينين باحد؟ هل هناك مثلا شغاله تساعدك، تاذي ريلك شوي، تعال عبد الله احد شيء ولا؟ في البطاقات انا. حلو. فروم اي تو زي انا، لان قاعد اقول لك التصميم والتنفيذ والاخراج كله انا، فتلاقيني يمكن في محطه من هالمحطات هذه غيرت رايي او شغله مثلا ما ضبطت، فاضطر ان انا بنفسي اغيرها ويعني لمستي انا. حلو. بالهدايا والكبار والاشياء شيء طبعا نحتاج مساعده. لازم مساعده اكيد، وهذا الشيء الواحد يحتاجه. هاشم ما قلت لك تو، قاعد اقول لك سيارات الحين هابين هبه يقدمون سياره هديه بس يغلفونها بشرايط وبطريقه حلوه، هل هالشيء ما يالك؟ تقدم لي وحده كذي والله تستاهل هاشم، بعد قلبي جربني اغلفها. يسلمك ويخليك. ما مر عليك كذي شيء او طلب؟ لا ما مر عليك شفتي او سمعتي انه يغلفون سيارات؟ انا الامانه شفت بالكويت، امانه ما شفت برا، شفت بالكويت في يعني انا شفت يمكن احدى السيارات في احد الاماكن تم تغليفها وتقديمها الى الزبون. انا شفت بالزيان طريقه حلوه، بس ما ابي اخرب الحين يقولون قاعد تشيش حريمنا علينا. استهلال والله الحريم، والله استهلال الحريم. انا ما اقول ان الحرمه نص المجتمع، الحرمه كل المجتمع. شوف البنت الكويتيه قاعده ببيتهم وقاعده خلونا نقول تشتغل بايادها، والله مو تستاهل سياره، الواحد لو يملك تستاهل طياره بعد،
وفجر تغلفها من زين وبالهليكوبتر حق فجر. احنا نبي مروحة الهليكوبتر ما نبي الهليكوبتر. عندي مجداف انا معلقة بالبيت تبي ناخذ اجزاء بس. فلو يانا تكلمنا اكثر نقول الحين وصلتي حق شهرة يعني انت مشهورة بتصميم وتنفيذ البطاقات والاعمال الورقية، هل فكرتي ان تسوين دورات حق اللي حابين هالاعمال هذه؟ ما حد يالج قالت والله نبي نتعلم، ما فكرت تسوين ورش عمل؟ امانة في ناس يت قالت ان علمينا وفي ناس قالت ان ليش ما تسوين هالخطة هذه. ان شاء الله في القريب العاجل قيد الدراسة. الهدف منها مو بس ان انا اعلمهم، الهدف منها ان انا اختصر عليهم الطريق اللي انا طولت على ما تعلمت هالشيء بمجهود شخصي. ممكن انا اختصر عليهم هالمشوار هذا واعلمهم وين ممكن يروح، يعني احطهم بالطريق الصح في هالشيء. فهالشيء ان شاء الله يعني ان شاء الله ربي يوفقك، عسى ربي يوفقك ان شاء الله ونشوفك من احسن الناس بالكويت يسوون هالكروت ان شاء الله. عاد انا اعرف واحد بيشتري سياره بيغلفها بس حق منه الى الان مو عارفين اذا هذا، راح نتواصل مع اختنا فجر مندني على اساس تسوي لنا الموضوع هذا. التطور دائما مطلوب في اي مشروع، التطور دائما مطلوب حتى في الحياه بحد ذاتها، الحياه الزوجيه، الحياه الاجتماعيه، الحياه الماديه. مشروعك يعتبر احد اركان الحياه الجميله اللي انت تعيشينها. تطور حق مشروعك شنو حاطت له مثلا؟ خلينا نقول الخطه الخمسيه قامت تخرعني، خطه رباعيه او سداسيه، ما نبي خمسيه. قاعد اقول لك بلش كان مشروع صغير هوم بزنس بين الاهل والاصدقاء، شوي شوي طلع لبرا، ما انسى دور مواقع التواصل الاجتماعي ان هي ساهمت في نشر هذا الشيء. ان شاء الله الخطوه الجايه قلنا ورش عمل وممكن يكون نادي صيفي. حلو. والخطوه اللي وراها ان شاء الله لو وفقنا مكان ثابت يكون بوتيك ولا شوب كذي. حلو ان شاء الله باذن الله. انت الحين صار لك فتره، صار لك السنوات اللي من اشتغلتي فيها مشروعك يعني قاعده تمارسين عملك في البيت عدل؟ انزين شلون شايفه طلبات الناس على هالشيء؟ شلون الناس توصل لك اليوم؟ انا شريت هديه، شلون اوصلها حق فجر تغلف لي اياها وترجعها؟ هل انا راح اسلمها؟ يعني يا ريت توضحي لنا الطريقه. انا بالنسبه لي لاني اشتغل في البيت كنت في البدايه ان هم يحبون يستلمون يعني بنفسهم يستلمون. الحين ما شاء الله شركات التوصيل موجودات، فاعطيهم خيار ان هم يبون يستلمون بنفسهم او شركه التوصيل هي اللي توصل لهم هذا الشيء. حلو حلو ممتاز. في عندك اكاونت على الانستغرام؟ اكيد عندها اكاونت، وانا قلت يعني مو واسطه بس ما نبي نحط 10 ثواني نحطها شيء وايد. خلي الاخر حلقه. اكاونت على الانستغرام فيجي اندرسكور كرافت. فيجي اندرسكور قاعد نشوفه كرافتس اللي موجود عندنا هنا على التول بار بسولف وايد عشان لا ينشال. طبعا احد اجمل الاكونتات بعد قلبي، بعد قلبي مخرج ناصر قاسم يقول ما ابي اشيله لانه والله امانه يستاهلون عيال الكويت. احد الاكونتات الجميله اللي تغلف الهدايا وتسوي لكم هاند كرافتس وجفت رابينج وكل هذه الامور اللي تبونها. وبيادي ناطعه كويتيه، ترى ايادي شبابنا انزين مهما هفها الزمن مهما استصعبت عليها الامور قاعد تطوع هذه الامور وتوظفها لصالحها ولصالح المجتمع اللي هي عايشه فيه. يقول لك الامور خاصه المتعلقه بالهوم بزنس فيها شوي مشاكل وعقبات، احنا لازم نتعلم من الامور هذه عشان اللي جاينا بزنسنا بزنسنا اللي شوي احنا نعرف شلون نديره. انزين بدر دائما يمكن يحب ياخذ الموضوع من جانب ايجابي وان كان سلبي، وهذه شغله ايجابيه فيه. دائما يسال عن ان العقبات اللي ممكن تحوش اي انتربرنور او اي تاجر صغير مبلش في البزنس ماله، فشنو العقبات اللي ممكن انها تواجه اي شخص بياخذ الطريق اللي اخذته فجر بالنسبه حق مشروعي واي مشاريع صغيره ثانيه؟ المشاكل اللي دائما